لكل أمة معالم مميزة تجسدها شخوص أو أحداث أو أيام تعطيها طابعها الخاص، والأمة العربية والإسلامية أمة رمضانية بامتياز، فتاريخها العريق يسجل لها في رمضان أياماً لا تنسى، أيام مليئة بالخير والعلم والتضحية والنصر. ولا يكاد المرء يولي وجهه شطر بلد عربي أو إسلامي إلا ويجد فيه رصيداً من الذكريات الطيبة مع الشهر الفضيل. في عهد محمد علي وصلت حدود مصر داخل السودان إلى البحر الأحمر شرقاً بانضمام إقليم التاكا كسلا، وتوغلت إلى الحبشة إثيوبيا بانضمام القضارف والقلابات، ودخلت سواكن ومصوع في نطاقها، ووصلت إلى جزيرة جونكر جنوبا. وفي عهد إسماعيل باشا امتدت الحملات والفتوحات المصرية جنوبا، فتم ضم فيشودة ومحافظتي مصوع وسواكن بشكل نهائي إلى أملاك مصر، وإقليم خط الاستواء ومملكة أونيورو. وفتح الجيش المصري إقليم بحر الغزال وسلطنة دارفور، واتسعت أملاك مصر بين الحبشة والبحر الأحمر بفتح سنهيت وبلاد البوغوث، وامتد سلطانها على سواحل البحر الأحمر حتى بوغاز باب المندب، وضمت محافظتي زيلع وبربرة الواقعتين على خليج عدن. وفي شهر سبتمبر عام 1875 من الميلاد زحفت فرقة من الجيش المصري كانت مرابطة في محافظة زيلع بقيادة محمد رؤوف باشا باتجاه سلطنة هرر الواقعة شرق بلاد الحبشة وغرب مدينة زيلع. رافق الحملة مجموعة من ضباط أركان حرب الجيش المصري بقيادة البكباشي محمد مختار بك، ولم تلق الفرقة في زحفها مقاومة تذكر إلا من بعض قبائل الجلا ذات النفوذ في المنطقة. ووقعت بين الجيش المصري وتلك القبائل معركتان استمرت إحداهما 7 ساعات، وانتهت بتسليم تلك القبائل ودخول الجيش المصري مدينة هرر، وذلك في 12 من رمضان عام 1292 من الهجرة، الموافق 11 من أكتوبر عام 1875 من الميلاد. ورفع العلم المصري على أبوابها وفوق قصر أميرها، وضمت تلك السلطنة إلى أملاك مصر. وقد ظل الحكم المصري مستقرا في تلك البلاد إلى أن أكرهت إنجلترا حكومة مصر على إخلاء السودان وملحقاته، فأرسلت تدعو القوات المصرية إلى الجلاء عن هرر، وانسحب الجيش المصري منها بعد حوالي 10 أعوام من ضمها.